يلا ديالا خلينا نعجل يلا بسرعة شوي علي علي انت مجروح فيك تتحمل لا تاكلي هم ما فيني شي صافي علي مصاب علي علي تعال تعال اختي خدي هاي هذا صافي اعطيني اختي يلا لك علي برافو عليك مو وصلنا للمخرج ما ضل كتير يلا ما كان لازم نتركه هنيك اختي ما كان لازم وقفي شوي انا رح روح وساعده لحسن انت امانته لحسن تمام هلا انت هربي بس هربي فهمتي انتظرينا بمخرج المعسكر عنده صخور فهمتي تمام يا ربي إذا صار شي لحسن آه يا بابا آه ليش عملت هيك ليش؟ زيدان أنتم محاصرين
إذا خطيتوا خطوة تانية رح أدفككم كلكم هون. أنا اتركوني هون وانتو هربوا. إيه زيدان، اتركونا نحنا، انتو هربوا واتركونا. يلا زيدان بسرعة. عم بحكي معكم ولك اتركوا الأسلحة. ولك انتو يا وطين اسمعوني، أنا رح أعد لثلاثة. إذا استسلمتوا كان بها، وإذا ما استسلمتوا رح أفصل راسكم عن جسمكم. واحد، يلا زيدان. على الحلوة سوا وعلى المرة سوا، ولا مو هيك يا صافي؟ اثنين. تمام زعيم، لا تعوصوا. هاتوا لك. اصلا ما طاوعني قلبي، اترك عزه وكرمه هون. اسمعوني يا شباب، الله لهلا ما فرقنا، معناتها خلصنا من هون ورح نكون كلنا سوا. تركيني اختي، تركيني، رح اقتله لهداك الواطي، دمر لي حياتي. كنا رح نتجوز اختي، اخذ مني رجوليتي، انا خجلان من حالي، ميت خجل، خجلان اطلع بوجه بتهول. خدي يا اختي، بترجاكي خدي. انا عندي كتير شغلات اخجل منها، بس اذا رح ضل هون الموت افضل الي. شو عم تقولي اختي؟ خجل شو؟ تحرك حسن، يلا امشي. يا الله وين راحوا؟ ليكون صار شي لحسن. ما فيني روح هيك، وما في غير انا بقدر خلصه من ايد ابي. وفي لوين رايحه؟ امسكوها امسكوها، تعالي هون ولي، لا تهربي. وفي وفي، ولك أندي راح وعز راح والمقاومين وقعتهم، أنا رح كون القائد الجديد. رح تتحاسبوا لك، رح تموت يا سافل. أنا بورجيك رح تدفع ثمن هذا اللي عملته كتير غالي يا وطي. سامحنا عزو، تركناك بإيدين هدول الكفار، سامحنا. ولك مشروب الله حاطط انه في غاز بالغرفه، ولك ظاهر انا بشنم لثور. بسم الله، او يمكن هم في جنه كمان يا حلوه. كيف نفذ هذا ولك؟ ليش الغاز مو قاتل؟ بلا حكي فاضي زعيم، اكيد ما كانوا رح يقتلوا لأندير، مو هيك؟ خدولون ارموهم بالزنزانه. ولك خدوه. ايه ضروب هلا لانك بسيطة، بعدين بورشي. وفي اللي شوفي كانت عم تحاول تهرب، شان هيك مسكتها. اصحك الجن اخي، بيقتلونا كلنا، صدقني بيقتلونا دول. يلا حاسك حكي، يلا حركي لشوف. يلا امشي حركي.
أنا ورطتها أختي، أنا بهدلتها بسببي، أنا طلعت على الجبل بسببي، أنا وصلت لهي الحالة، رح يقتلوها هلأ. ليش رفعت سلاح عليه حسن؟ نحن كنا هربنا من هون من زمان. بسيطة هلأ، انتظر رح نلاقي حل. يلا امشي. هاي هي الحياة يا صديقي، الحياة حلوة وأنا ماني عرفان. الحياة حلوة إذا هديك المستندات التقت. بتمنى تكون ملاحظ هذا الشيء. طبعاً. إذا هديك المستندات وقعت بإيدين الأشخاص الغلط، العلاقة اللي بيني وبينك رح تنكشف. العلاقة اللي بين المجلس الأعلى والتنظيم والجنايات داخله لأبسط تفصيلة من خططنا، كلها رح تنكشف واحدة ورا الثانية. وهداك الوقت منتفرج على حالنا بالفيديوهات، مشان هيك كلهم لازم يموتوا، بس بالأول الوثائق لازم تصير بين إيدينا. كل الوثائق، إذا ما ضل حدا غيرهم فيكن تقتلوهم، بس إذا حدا منهم وصل هديك الوثائق للجهات العليا مننتهي. هلا سمعوني كتير منيح يا جماعة المقاومة، بالأول رح نقتلكن ونريحكن، كلكن رح تموتوا. بس ما لنا مستعجلين بنوب، بالدور هلا منبلش بالكبير تبعكن. تعال. زيدان يا ولد، جيبوا له الكلب لشوف. احكي مزبوط لك؟ هذا راس الخنزير الأعوج، بسلخلك يا وبحط جلده على طبل، وهداك الوقت بتسمع العزف. ولك لما بشوفك هيك بصراحة أنا بحس حالي مسؤول عن حديقة حيوانات. أزعر غبي وما بتفهم، ها؟ ولك كان لازم تحسب كلامك. بسيطة، بتمنى لك كل السعادة مع القرود يلي معك هون. صون لسانك. هلأ عندي شوية شغل مع معلمك، فهمت؟ الحقوني. اتركوا، لا عم قلك اتركه، لك اتركه. زيدان، زيدان لا تاكلوا هم، لا تاكل هم هزو. يا رب ما بيعملوا في شي. خليهم يعملوا اللي بدهم اياه، نحن مو خايفين من حدا فيهم ولا من هدول الكلاب اللي برا ابدا. ماي
بدي مي. عياش استحمل شوي يا زلمي، استحمل رح نلاقي حل نطلع من هون فورا. استحمل عياش. مي اختي ديالا مي. جد ما صار محتاج كتير للمي، له كم يوم عطشان. ما تاكلوا هم، انتوا كمان عن قريب رح تبلشوا تفرطوا مثله. لا تقربوا، لا بعيد من هون. شو رح نعمل اخي طارق؟ يعني رح نقعد نتفرج عليهم وهن عم يموتوا هيك؟ لا، ما رح اسمح انه يموت حدا، وما رح اسمح لهم يعذبوا ديالا كمان. والشباب كلهم أماني برقبتي، هن وثقوا فيني وطلعوا على هذا الطريق، وما فيني أتركهم أبداً يموتوا. طيب شو رح نعمل؟ كيف رح نخلصهم؟ شو رح نعمل؟ إذا اضطرينا رح نبلش بالكشف، رح نبلش من العناصر يلي منسق فيهم باللي ممكن يساعدونا. أنت يلي بتعرفيهم واللي حابب يهرب لازم تقنعي كلياتنا رح نهرب من هون، لأنه هذا الهروب رح يكون هروب كتير كبير، ورح نهرب بخطوة كتير كبيرة. بوعدك بهذا الشيء. بس هذا في خطر كبير، الناس خايفين هون، ما فيهم يفكروا بهاي الخطوة. رح يتحركوا يا زهرة، يلي بده يروح من هون ما رح يلاقي أكبر من هيك فرصة نهائيا. عم تفهميني ولا لا؟ شو دكتور؟ أنا شايفتك متحسن. ماشي، شو رأيك نكمل الموضوع يا دكتور؟ لأنه أوندير ما بيحب التأجيل. لقطنا هاي البنت وهي عم تهرب يا كابتن. خذوها ورموها جوا، بعدين أنا بشوف شو مشكلتها. يلا أمشي. بدي هاي البنت إذا ممكن. كنتي قايلة إنه ممكن أخذ أي بنت. شو هالذوق اللي عليك؟ لكان بدك منال ما؟ ماشي، مثل ما بدك. أنت روح على المغارة وأنا رح أبعت لك إياها لعندك. تحرك قدامي لشوف. تحرك. يا عديم الشرف، ايامك معي كيف نسيتها بسرعة هيك؟ بالوقت اللي كنت فيه رقم واحد بالحزب تركت ومشيت. ما اذا بدي يكون رقم واحد على طريق الباطل فضل كون الأخير على طريق الحق. أنا عملت منك رجال ولك، أنا عملتك رجال. أنتو عملتوني وحش، عملتوني ظالم، وأخدتوا كل اللي بحبهن. عن أبي وعن أمي بعدتوني، أخدتوا إيماني وسرقتوا عمري. كيف عملت مني رجال؟ احكي لي يلا. سكتوا لشوف. زيدان، ولك انت غلطت غلطة عمرك وبدي اشرب من دمك. اتركوه، بكفي زعيم، بكفي، لا تتعب حالك. اتركوه، رح اسألك كم سؤال زيدان، اذا اعطيتني الاجوبة المضبوطة ممكن انه تنفد. اتركوه. هدول هن جماعتك؟ وليش عم تسألها؟ ليش؟ سؤال بسيط، سألتك هدول جماعتك؟ عم تحاول تصل للوثائق اللي معنا مو هيك؟ عم تحاول تعرف إذا ضل في حدا ولا ما ضل مو هيك؟ أنت رجال ذكي كتير زيدان، كتير. كان ممكن انه انصحك بس انت قمت واخترت الخيانة، وانتو لدولة كردستان المستقلة حجارة وعسهرات وعملاء ضدها. احكي لشوف، هدول هن كل جماعتك؟ ضل حدا غيرهن؟ عم قلك ضل في حدا غيرهن؟ احكي. في الحج عبدالله،
إذا ما وصلوا خبر منا رح يوصل الوثائق للمحل اللي قلنا له عليه. نحن أخذنا ضماناتنا بما فيه الكفاية. نحن مثلكن تمام، ما منخاف من الموت أبدا، والباقي انتو فكروا فيه. هذا الحكي كذب أساسا. نحن منعرف إنه هذا عددكن. انت بتعرف؟ انتو ما بتعرفوا شي منوب. الحجي عبد الله بضل بالمقر تبعنا، والواحد إذا اضطر بيقول الحقيقة. نحن قاعدين بالمحل تبعه، بيهتم فينا، بيعملنا الأكل تبعنا. مدام هيك حكي لشوف، خلينا نسمع صوته. يلا حجي عبد الله. حجي عم تسمعني شي؟ هذا أنا زيدان. آه يا ابني، وين رحت بهذا الطقس هلأ؟ ليش عدنان؟ ليش بنتي لهلأ ما رجعت؟ هاي الأمور ما بتصير بهي السهولة بينان. هلأ واقفين على باب المعسكر، بعتت وراها رح تجي بعد شوي. صدقني إذا صار لشي ما رح سامحك أبداً عدنان. كل وسخك رح طالع، كل وحدة ورا الثانية، عم تفهم شو عم بقول؟ ليك عدنان بنا خانم. شوفي لا تكون بنتك كمان تعبت. لا، الصبح لقيت ولد وكان متجمد، بس الحمد لله عايش. الصبح اجيت بس ما كنتي هون، يا ريت تفحصي، حرام ماله حدا. ماشي يلا خلينا نروح. ماما بابا، يا روحي فهميني شو صاير معه. والله ما بعرف، كانوا ايديه ورجليه مزرقين من البرد، دفيتهم شوي بس انت شايفه حالته. هو شو كان عم يعمل هون؟ معقول ما له حدا بنوب؟ الظاهر ضايع، كان لحاله. اذا بفيق هلا بنساله، بس الولد من الصبح ما في غير عم يهلوس. يا الله الولد عم بيختنق، عم بيتنفس بصعوبة، شو أعمل؟ شو في دكتور؟ كنت بدي أقول لك استلم عنك المناوبة. أنا هلأ استلمت المناوبة، ما صار لي زمان هون. بعدين شو في؟ أنت ليش بدك المناوبة؟ الزعيم قال لك يعني؟ خلص بسيطة، انتبه لشغلك، يعطيك العافية. حجي عبد الله، كرمال الله احكي شي شغله. مو سمعانين غير صوتك انت، عم تحكي مع واحد من الخيال؟ ما رح تخدعنا، نحن ما عنا معلومات عن هيك حدا ابدا. حجي عبد الله ما معه لاسلكي، رح ننتظر انه يمر على غرفه اللاسلكي، هيك ممكن نصله. تمام زيدان تمام، انتو حاولوا قد ما بدكن، بس انا اتفاقي واضح كتير. بدال هدوك المستندات كل ساعتين تأخير ما راح تحكوا فيهن راح يموت حدا منكن، يا أما هدوك المستندات أو الكفن، القرار إلكن. يلا لشوف، خدوه من هون وعزبوه لحتى يحكي. بسبيل الإنسانية تعذيب راح يخسر، ما في إلنا موت، فلا تلعب معنا أبدا. العمى شو غبي، هاي الشعارات نحن علمناك ياها، جاي تحكي لنا ياها؟ خدوه من هون يلا، راح تضلوا تعذبوه لحتى يحكي. وانتي كمان بشو متهمينك؟ حاولت اهرب من المعسكر. زيدان
جيبوا لي اللي بعذبوا. بدون يضلوا عم عذبون لحتى هدول الحيوانات يحكوا. هيا وامر وندير. كل ساعتين بتمرق ما رح يحكوا فيها. واحد منكم بده ينقتل. وهو عم يحترق كمان. هيا عدنان أنا جاي. اصحك جن وتقول بدي هربها. فهمتني حسن؟ أنا كنت السبب بدخلتها لهونيك. ما فيني أترك بتول هونيك أبدا. وعدني حسن ما رح تعمل شي من دون علمي. لكن أنت هون منال خانو، منتظرينك ببيت الاختبارات. يلا. شو حبيبتي شايفتك فورا اخذتي هذا كمان؟ هذا بيكون اخي. بالله شو معناتها بلا ما يسمع انك حامل؟ ما كان ناقصنا بالمخيم غير قضية شرف. روحي. لو شو ما كان التمن يكون رح أهربها بنفسي يا أختي، شو ما كانت النتيجة تكون. يا واطي. آه يا بتول، طلع بالحالة يلي وقعتني فيها. المقاومة بإيدي عدنان، كلهم مسكتهم، كلهم. رح نخلص من هاي المصيبة. انت هلا رح تنفوت، بس انا وقعت بمصيبة تانية زعيم. بنتي بتول عندكم بالمعسكر هلا، انضمت للتنظيم وانا بدي اياها ترجع. بنتك؟ والله زعلتني كتير. شو بدنا نعمل؟ يا الله سامحني، دخيلك ساعدني. يا الله. وينك يا دكتور؟ ليش تأخرت؟ لأنه البنت كانت رح توصل قبلك. وشو هدول كمان؟ هدول كم شغلة خاصة. أوامر من أوندير إنك تبقي مع الدكتور. المعسكر بحالة سيئة مثل ما شايفة. وأنا يلي فكرتك رجال منيح. لكان مشان هيك أنقذتني؟ لكان كانت عينك علي؟ يا عيب الشوم عليك. طلعي فيني، لا تحكي أي شي بدون ما تسمعي شي. أنا ما في بحياتي غير مرتي. أوندير بعتني لهون واحتمال أنه عم يختبرني. أنت ارتاحي لأنه ما رح أقرب عليك أبدا. معناها ليش بعت وراي لهون؟ كنت طالبة مساعدتي وأنا قلت لك أنه رح ساعدك. هلأ أنا بدي مساعدتك. أنا رح أطالعك من هون ورفقاتي المقاومين كمان. المرة يلي بيناتهم بتكون مرتي، المرة يلي بحبها. هاي المرة رمت حالها على الموت ألف مرة كرمالي أنا ويلي هني كلياتهم رفقاتي وكلياتهم وثقوا فيني كمان. وهلأ ما فيني أتركهم للموت أبدا. لازم طالعون من هون فورا، بس كرمال هذا الشيء أنا محتاج لكتير أمور كتير. طيب وشو اللي بدك يعملني بالضبط؟ هدول أخذتهم من المخزن اللي هون، والرجال اللي هنيك مغمى عليه هلأ، يعني في عنا وقت لتغيير المناوبة.
ليكي، بهي النقط المختلفة من المعسكر رح نزرع هاي المتفجرات. أنا لحالي مستحيل أعملها، مشان هيك أنت كمان لازم تساعديني، ولما يصير الوقت كلهم رح نفجرهم بنفس اللحظة وبنفس الجهاز، بس ما رح يكفينا هذا العدد أبداً. تمام، كلهم وزعتهم، هلأ شو لازم نعمل؟ رح نحتاج لعدد أكتر بكتير، قد ما في حدا بده يهرب وقد ما في حدا دق طعم الظلم وزل هدول الناس اللي هون، كلياتهم رح نجمعهم ورح نهرب من هون كلياتنا سوا. هالموضوع صعب دكتور، الكل خايفين، ما حدا بيسترجي يعملها لأنه بنهاية هالخطوة في موت. بدل ما نعيش بهذا الزل، إذا هالجماعة عندهم ذرة واحدة من الأمل رح نهرب من هون دغري، بس بالأول رح نبلش من يلي منسق فيهم كتير وما في عنا وقت منوب. الوقت ما شربنا يا منال رح يبلشوا يقتلوا المقاومين واحد ورا التاني. أنا ممكن دبر كم واحد، بس الكابتن علاء محبينه كتار، يا ريت تقدر تقنع الكابتن علاء. معك حق، هو كمان رح أقنعه. أنت منيح مو هيك علاء؟ هلأ صار وقت الواجب. أنا جاهز أندير. الناس عم تحاسبنا على حادثة الباص اللي انفجر، وهيك عم نفقد الأصوات، فقدنا ثقة الناس. أنت رح تدور ضيعة ضيعة، ما في دم وما في شدة، وعلى طريقتك رح تدعي الناس على قضيتنا، ورح تشرح لهم حقيقة التنظيم مو على غير دين، رح تأرجيهم أنه التنظيم مسلم عن حق، لأنه هذا شعب مسلم. ما ضل عنا حل تاني بنوب، وخد معك الدكتور كمان، دكتور طارق كمان مثلك، قابلية الإقناع عنده عالية، مع بعض رح تحلوا هذا الموضوع بسرعة. أمرك أمدير. أندير العفو منك، أنت شو عم تعملي هون؟ أنا أجيت مشان منال أندير، البنت حامل، بس ما عم أقدر إقنعها أبداً إنها تسقطه. المستندات وين؟ وين المستندات؟ عامل لك وين المستندات؟ اعترف انت وديه عبدك؟ ولك لا تعذبونا، وين المستندات؟ ولك يا زلمي والله على براسي، ليش معلقني بالعكس؟ فكني يا زلمي فكني، خلاص هلا بعدين بنحكي، والله الدمع براسي. ولك لا تلعبوا معنا، وين المستندات؟ فهموا لا ما ضل عندكم وقت كتير. انت ملاحظ عن اي مستندات عم تحكي؟ هدول مستندات قسم مكافحة الارهاب، ولك شغل هالمخ هالبطيخة اللي براسك. لمين بيكونوا؟ انا ما بيهمني، اللي بفهمه بدي اياهم، لمين ما كانوا يكونوا بدي اياهم، وفورا كمان. يلا احكي. لكن هيك اذا في حدا بيعرف مكان المستندات بيكون علوش. روح خليه يحكي. احكي ولك احكي، وين المستندات؟ لك ولكن عم تقولنا غبي، الرجال على مدته صخره يا زلمي، شو بده يحكي على مدته صخره؟ ما في عم يتنفس. الف حمد وشكر لك يا رب. احكي ولك وين المستندات؟ مستندات؟ مستندات شو؟ قلت لي مستندات، هلا فهمت، والله صرت عم بسمع بالمقلوب يا زلمه. بس اولا بدك تحكي وينهم يا زلمه؟ اول شيء لازم تقلبني مشان اتذكر منيح، لانه المعلومات مشقلبه براسي ومقلوبه. اصلا انت بالمقلوب واحد غبي. جلسني، انا مخي ما عندي استوعب. يلا جلسني، يلا لك ليك عم لف يا تلمي. نزلني على مهلك، نعم كانت الأنف يا ترأتي. احكي ولا ولاك شو بدك مني؟ ولاك
ولا اي 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 اصحى تتحرك شوفي ولا اصحى تتحرك قدامي افتح الباب يا اخي فهمني ليش عم تعمل هيك ما رح يتركوك تعيش تريك هذا السلاح ما فيني اترك البنت اللي بحبها ابدا شوفي زعيم شو عم يضحكك لك هذا عدنان لسه ما شفت مثله بهالدنيا حتى بنته كمان طلع على الجبل تقريبا شي 1000 عنصر خدم فيهم الحزب لحد هلا ليش عدنان عنده بنت؟ ايه البنت الجديدة بنته لعدنان جيبيها لنسلمها لأبوها من دون ما حدا يدرى تعي لهون سكر الباب لو سمحت الله يوفقك نحن كمان بدنا نطلع نطلع كلنا سوا من هون فك ايدي ولك فكون يلا بتقول يلا خلينا نطلع يا اخي شو عم يصير لك سكون لا تعوصوا صافي عشل شوي يلا بسرعة كرمو عجلوا عجلوا صافي فكني يلا فكوا عياش صافي اختي رح نخلص من هون كلنا رح نطلع سوا بإذن الله انتي وساقي فيني الدكتور زبط كل شي ماشي اختي بس بدل ما روح على بيت الاختبار موتي أحسن تمام اختي شو عملتي؟ ها؟ طلعوا 5 أشخاص بس حلو حلو بتعرفيها لزهرة؟ هون بتشتغل رح نحل هذا الموضوع بإذن الله وأفضل مكان لحتى نحله هو ورشة أنور وقفوا لك وقفوا لحدا يا قوس ولك يا عديم الشرف لسه ما صار لك من مبارح وعم تسرق كمان لسه مبارح أول يوم إلك لوين رايح اتركوها إلها هي ما دخل بنوب الله يخليكم اتركونا انت ما تاكلي هم يا خانم أصلاً انت رايحة مدعومة من طرف أبوكي خدوهن لنشوف سهر هذا الواطي زتوه بالزنزانة ولما برجع بشكل خاص أنا رح أهتم فيه خدوه اتركوه امشي ولا خلاص روحي بتول لا ترددي يلا امشي اللي بدي اياه تكوني بخير تركني. يلا بسرعة روحي بتول روحي ولا ترجعي حرك يلا خلصنا تركني ولا رح ارجع حسن رح ارجع خلصنا ما رح اتركك حسن اوعك ترجعي والله ما رح اتركك يا حسن تركوني يا جبناء تركني منال تعي عرفوا انك حامل وهيك هلا رح يقتلوكي شو رح نعمل سهر قلتلك سقطي للولد هلا اوندير عرف بحملك واكيد رح يصدر امر بقتلك يلا روحي لا تحكي خلص تركوني هون انا موضوعي منتهي لا تحكي هيك ما بتركك هون عياش شو قلنا كلنا واحد واحد للواحد ولك مو هيك كانت بس يعني والله يلا بسيطه